مباشر براء، أهلا بقية. كذلك نتعرف على التطورات الميدانية في أبرز المناطق بالريف الدمشقي. نعم، بداية مرحبا. يشن الجيش الحر منذ أكثر من 3 أيام هجوما واسعا على أهم محاور حي جبر الدمشقي المتاخمة للجبهة الشمالية من جهة ساحة العباسيين وسط العاصمة دمشق. أيضا يقوم بقصف مجمع 8 آذار، وهو تحول لمركز أمني تعتليه المدافع الثقيلة والرشاشات الثقيلة والقناصة. وقام الثوار بالسيطرة على مخفر جبر بالكامل في الأيام الماضية القليلة والاستيلاء على أسلحته وذخائره بعد قتل جميع عناصره المتواجدين داخل هذا المخفر، وتم حفر نفق من تحت هذا المخفر وتفجيره بالكامل وقتل جميع عناصره. وبالتالي كان هناك تصعيد من قبل قوات النظام، حيث تشن غارات متتالية على حي جبر الدمشقي وعلى المتحلق الجنوبي وعلى بلدة زملكة المتاخمة لحي جبر الدمشقي، وإلقاء صواريخ فراغية شديدة الانفجار أكثر. نعم تفضلي. طيب، لكن براء، قبل ردة فعل النظام، هذه الجيش الحر كان سيطر على إدارة المركبات العسكرية في حرستة، ما أهم ما وجده هناك وربحه جراء هذه السيطرة؟ نعم، الحقيقة لم يسيطر الجيش الحر على إدارة المركبات في حرستة في الريف الدمشقي، بل كان هناك عمليات اشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام في محيط إدارة المركبات في حرستة. وأيضا كان هناك قصف من قبل الجيش الحر على إدارة المركبات بقذائف الهاون وقذائف المحلية، وكان هناك تحرير لعدة نقاط في محيط هذه الإدارة. أما هذه الإدارة هي إدارة كبيرة جدا، وما زالت حتى هذه اللحظات تحت سيطرة النظام. طيب، لكن الاشتباكات مستمرة، تتحدث عن قصف جوي، لكن هل هناك معارك، يعني هل هناك اشتباكات ميدانية؟ نعم، الحقيقة كانت هناك اشتباكات متقطعة منذ الصباح الباكر. طائرات الاستطلاع تقوم بقصف محيط إدارة المركبات بعد الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام وقوات الجيش الحر في تلك المنطقة. وأيضا شهدت بلدة المليحة في محيط إدارة الدفاع الجوي أيضا اشتباكات متقطعة، وقام الجيش الحر بتحرير عدة نقاط في محيط حاجز تاميكو. وأيضا كانت هناك اشتباكات في حي جبر الدمشقي، ما زالت حتى اللحظات يقوم الثوار في تلك المنطقة بقصف مجمع 8 آذار والتي تعتديه القناصة، ويقوم أيضا باستهداف المدافع الثقيلة و23 وغيرها بجميع النقاط التي تسيطر عليها قوات النظام في الجبهة الشمالية لحي جبر الدمشقي. نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات براء عبد الرحمن، مراسل شبكة سوريا مباشر، كنت معنا.